أيدروس الزبيدي يلغي الاعتراف بالرئيس هادي والشرعية والسعودية ويصدر قرار يشمل كل محافظات الجنوب. فلنشاهد التفاصيل. ألغى أيدروس الزبيدي أي اعتراف بالرئيس هادي وأصدر قرار يشمل كل المحافظات الجنوبية. وقال الزبيدي أنه ليس بحاجة لأي دعم سعودي، فاليمن مليئة بالخيرات ولا حاجة به لتواجد القوات السعودية في الجنوب، فهو قادر على حماية نفسه وتحقيق تطلعاته كما فعل حين تخلص من ميليشيات الكهنوت الحوثية وطردها من أرض الجنوب. وأكد الزبيدي أن أرض الجنوب هي أرض الأحرار وتمكنوا من تحرير أرضهم سواء من الاستعمار البريطاني أو من الغزو الحوثي، حيث أصدر أيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بفرض حظر التجوال الجزئي في عموم محافظات الجنوب كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وشمل القرار الذي تلاه المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم منع التواجد والتنقل بين الأحياء في مدن المحافظات وشوارعها وقراها والطرقات العامة اعتبارا من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباحا، مبينا أن العمل بالقرار سيستمر حتى تنتهي الظروف التي استوجبت إصداره، واستثنى القرار المعنيين بمهام الطوارئ المتعلقة بالخدمة العامة للمواطنين والحالة الإنسانية، في حين ألزم القرار كافة الوحدات العسكرية والأمنية بتنفيذ أحكامه كلا في نطاق اختصاصه ومباشرة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.